يا صباح الخير والسعادة لحضراتكم جميعا، أهلا بيكم في ثالث أيام شهر رمضان المبارك. صباح الخير على كل بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا جمانة. يعني ثالث يوم رمضان تحس اللي هو والله لسه بدري يا شهر الصيام، الموضوع بيجري بسرعة كده. والله لسه بدري، امبارح كان رمضان. صحيح. كل سنة وأنت طيب يا جمانة. طيب يا رب دايما. طيب زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، يعني دايما بعد ما بنصبح عليكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في صباح الخير يا مصر، حلقة يوم السبت أول أيام الأسبوع الموافق 25 مارس 2023. يعني اتعودنا خلال شهر رمضان اليومين اللي فاتوا ان دايما بنبدا معاكم بفقره الفوازير اللي بنفتكر فيها احلى الذكريات عن فوازير رمضان ونجوم فوازير رمضان اللي في حقيقه الامر امتعونا على مدار السنوات. سنين كتيره كان ليهم بصمه حقيقيه في حياه يعني اجيال كتيره قوي، لان الاعمال الخاصه بالفوازير دي انطلقت من الثمانينات تحديدا او ما قبل ده، واستمرت لي يعني عشرات من السنوات. النهارده معانا النجم سمير غانم اللي قدم لنا مجموعه متميزه من الفوازير اللي لسه مرتبطين بيها لحد دلوقتي، واعتقد مفيش حد في جيلنا ما يفتكرش فطوطه طبعا وفوازير سمير غانم. لا سمير غانم الحقيقه كان يعني علامه من علامات وايقونه من ايقونات الفوازير بشكل عام. لحد النهارده كلنا فاكرين فطوطه، فاكرين البدله الخضراء بتاعته، فاكرين صوته، فاكرين البابيون اللي اسمها ايه اللي هنا، الفيونكه الكبيره دي. هي دي كلنا فاكرينها، وفاكرين حتى يمكن حواره بقى مع سمير غانم لما بيطلع بقى في شكله الطبيعي وهو بيتكلم مع فطوطه، الحوار نفسه كان لطيف. حتى يمكن في ناس الحقيقه لحد النهارده بتستخدم التيمه دي او الطريقه دي في الكلام يا عبد الصمد عشان تضحك الناس او حتى بتستخدمها في الكوميديا. الكاركتر بتاع فطوطه ده جه ازاي؟ يعني بحسب المعارض كده، كان في البدايه كان سمير غانم مش عاوز يعمل فوازير، لكن وهو مجتمع مع ثلاثي اضواء المسرح قالوا طب روح اقعد مع الاستاذ طبعا فهمي عبد الحميد المخرج واسمع منه، فعرض عليه الموضوع، وكان للكاتب او المؤلف عبد الرحمن شوقي، وعبد الرحمن شوقي كان عاوز يسميها ابن بطوطه. ساعتها اختلف على الاسم، يعني الاستاذ سمير وافق واختلف على الاسم. فهم قاعدين دخل نجل الفنان، نجل المخرج فهمي عبد الحميد لابس بدله بابا، والبدله كان واسعه عليه هيئته ضحكتهم، فاستقروا له بس هي دي بقى الافيه اللي احنا هنعمله، هنعمل كده وهنسميه فطوطه. وانطلقت حكايه فطوطه اللي ارتبطت بوجدان كتير. لا يعني فطوطه حقيقي من احلى الفوازير يمكن اللي شفناها وتابعناها على مدار سنين لحد النهارده. لو فتحنا على يعني على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي عشان نشوف ايه فطوطه ده مثلا اللي ما لحقوش، لا هتقعد وتتفرج عليه، ممكن احنا نقعد ونعيدها ونتفرج عليها مره واثنين وثلاثه، وفعلا بتضحكنا وفعلا حلوه. ويمكن ده اللي احنا بنتكلم فيه يا احمد، الفن الحقيقي او المحتوى الجيد الحقيقه بيعيش. بنشوف افلام ابيض واسود من قديم الازل الحقيقه لحد النهارده بتضحكنا، مسرحيات لحد النهارده بتضحكنا، في نفس الوقت اللي ممكن تشوف فيه فيلم ضحكك من سنتين تتفرج عليه النهارده. صحيح. عادي، او حتى ما تبقاش عايز تتفرج عليه تاني، خلاص بقى شفناه مره. عارف احنا حتى دايما بنقول ايه، يعني فيلم تشوفه مره ما تشوفوش تاني، فيلم تدخله عارف ممكن تتفرج عليه في البيت مش محتاج تروح السينما. دايما المصطلحات دي بقينا بنسمعها. الفكره هو اصلا الفنانين اللي بيعملوا افلام من النوع ده هم عارفين ان هو ده فيلم بيع بس، اللي هو يعني انا داخل بيه مش اقدم عمل اكتر ما هو بس انا بحقق ايرادات بتاعت وقتها وشكرا. لا بس خلينا اتفق على يعني على شيء، انه طبيعي انه الفيلم هي صناعه، السينما هي صناعه. صحيح. اكيد، فلازم الصناعه دي يبقى فيها مكسب بكل تاكيد، بس في فرق بين ان انا احقق ربح. صحيح. وان انا اقدم محتوى جيد زي ما احنا طول عمرنا متعودين، في فرق ان انا احقق ربح، وبالعكس بقى مش ما يبقاش فيه محتوى جيد، يبقى فيه محتوى مؤسف في بعض الاحيان. وده اللي عمله الاستاذ سمير غانم. الاستاذ سمير غانم بمجرد دخوله او اللي هو ساب السينما ودخل للشاشه الصغيره للتلفزيون، قدر اللي هو يبهر الجميع يا جماعه، قدر اللي هو الاستاذ سمير غانم يسيب بصمه حقيقيه في وجدان كل محبيه يمكن رحمه الله عليه. طبعا لحد النهارده احنا بنفتكره، لحد النهارده لما بنتفرج على مسرحياته، بنتفرج على اي عمل هو بيقدمه حتى لو فوازير،
بنكون متأثرين بيها، بنكون في حالة من الكوميديا، لأن هو كوميديان من الطراز الأول، وفي الحقيقة يمكن قدر اللي هو يقدم المعادلة الصعبة، المعادلة إن يمكن أشاد بيها كل النقاد، فكرة اللي هو يقدم موهبة حقيقية وفي نفس الوقت إعجاب للجمهور. لا وكان يعني لا سمير غانم كمان كان يعني الله يرحمه حقق نجاح كبير جدا، يعني لحد النهارده مثلا لما تتفرج على فيلم يا رب ولد لا بتضحك. صح. لا فعلا بتقعد تضحك، فيلم تجيبها كده تجيبها هي كده بتقعد تضحك، كل الافلام دي انت فعلا بتقعد تضحك. ومسرحيات كتير بقى يعني، بس انا بتكلم حتى على الافلام اللي بجد احنا حفظناها يعني، فعلا احنا بنسمعها واحنا قاعدين بس بجد بتضحك من قلبك. صحيح. يعني بما ان احنا بنتكلم عن فوازير سمير غانم، ففزورة النهارده ظهر فيها طبعا نجم سمير غانم زي ما قلنا لحضراتكم والفنانة ليلى علوي، واتكلموا فيها عن صناعة شخص اتكلف 6 مليون دولار. هو شخص ولا صناعة آلة؟ نشوف، تعالي نشوف الفزورة ونعرف ايه هي. طيب هنسيب حضراتكم دلوقتي مشاهدينا مع الفزورة ونرجع ونكمل كلامنا في صباح الخير يا مصر. ايه ده؟ ده الديك يا مولاي. جايبة ديك ليه؟ جايبة الديك عشان اصحيك. ده اللي بيقول كوكوكو في الفجرية. ايه السرندوق ده؟ سرندوق؟ ده المرناه. مرناه ايه؟ المرناه وبالعامية يعني الفيزيون. فيزيون؟ ايوه انت ما شفتوش قبل كده؟ هشوفها فين يا اختي؟ ام الملك ساسان وجزر الهند والصين وما شفتش الفيزيون؟ اصل في حاجات بتطلع ما بيقولولناش عليها. هو بيعمل ايه الفيزيون ده؟ بلغني أيها الملك العنيد. أيوة. أبو مخ زي الحديد. ليه لا؟ إن الإنسان بالعلم استطاع أن ينقل الصوت والصورة إلى كل البقاع، وإنه صنع إنسان صرف عليه 6 مليون دولار. 6 مليون هورر؟ يعني 6 أرانب. وكان أعجوبة الأعاجيب. واتفرج شوف أيها الحبيب. انقطاع الإرسال فسكت عن البث في الحال، ونكمل بكرة يا ابن الحلال لو كان لنا عمر يا مولاي. لا 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 كملي كملي دلوقتي. ما اقدرش هكمل بكرة. لا 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 بكرة ايه، انا ما عنديش بكرة، انا اول باول ما فيش بكرة. خلاص يبقى ما فيش كمالة. لا انا عايز اعرف ايه اللي حصل راجل ابو 6 مليون هورر ده. يوه يا مولاي، وده يجي ايه جنب الرجل الاخضر؟ ايه زرع ده؟ ايه يا مولاي، هو انت معي خالص كده؟ لا انا خالص ما فيش. فلما كانت الليلة الثانية بعد المئة الثالثة ظهر على شاشة التلفزيون الرجل الاخضر، وكان ادهم 6 مليون دولار من واخضر. فاتفرج يا مولاي وتدبر. أدرك الانقطاع الإرسال فسكت عن البث في الحال، ونكمل بكرة يا ابن الحلال لو كان لنا عمر يا مولاي. يعني زي ما تابعنا مع حضراتكم الفزورة أعتقد سهلة، يعني سهلة صح؟ شخص ولا آلة بقى؟ هي آلة بس صنعوا شخص. آلة صنعها شخص. لا الموضوع صعب كده صح؟ الموضوع انا حاسه ان انا صعب عليك. ليفل الوحشه صعب عليك الموضوع. انا حاسه ان احنا ممكن نعمل فزوره برضو، ايه الفيلم اللي كان شغال اللي كان فيه رجل اخضر؟ لا دي فزوره ثانيه يعني، خليها يعني بعد رمضان نبقى نفكر في الموضوع ده، عشان انا عارف يعني جمانه بتحب الفوازير وبتحب الدراما. اه بالظبط، فممكن نعمل ده احنا بعد رمضان، نعمل سيزون مختلف. لكن خلينا دلوقتي في فزوره استاذ سمير غانم. ماشي يعني اللي يعرف طبعا. طب بس محتاجه افكر. ايه الثقه؟ محتاجه افكر عشان حاسه الموضوع صعب. انت عرفتها؟ على اي حال مشاهدينا، يعني هي دي الفزوره اللي احنا تابعناها مع حضراتكم ليا الاستاذ سمير غانم وليلى علوي.
هنستنى إجاباتكم على مواقع السوشيال ميديا الخاصة بينا خلال الحلقة علشان نعرض أساميه، يعني أسماء الأشخاص اللي هيقدروا اللي هم يجاوبوا على الفزورة، ومن بينهم جمانة طبعا. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي خلينا نروح لزميلتنا لميا حمدين عشان تعرفنا على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يعني أعتقد الطقس حديث الكل، ما فيش حد، يعني التغيرات والتقلبات اللي حصلت من امبارح دي هو ده طبيعي في فصل الربيع، بيبقى فيه يعني تباين فظيع في درجات الحرارة، والنهاردة هيبقى حر، بكرة هيبقى برد، والصبح مختلف عن بالليل. صح. ده طبيعي في الفصل ده. بس اللي شفناه امبارح برضو جديد، ده جديد. اتفضل يا لام. بصبح عليكم وصباح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس في ثالث أيام شهر رمضان المبارك. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة كمان في انخفاض كبير في درجات الحرارة، ولازم نخلي بالنا كويس جدا وإننا نكون مستعدين لأي تقلبات جوية ممكن تحصل، لأن هيكون في نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء. كمان في فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري. كمان في شبورة مائية الصبح بدري قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 31 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 18 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين بنعرض مع حضراتكم أول فقراتنا اللي بيتم فيها استعراض لمجموعة من الأخبار والأحداث التي حدثت بالأمس، اللي يمكن أهمها الجولة التفقدية اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الأعمال الإنشائية بالقاهرة الكبرى، وتفقده أيضا لمحور المستشار عبد المجيد محمود. يا جمال صحيح يا أحمد، كمان الحكومة نشرت امبارح حصادها الأسبوعي في إنفوجراف، وجامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصصات بالتصنيف الإنجليزي، وأخبار تانية هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق هذا العرض التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، من بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي 7 كيلومتر، واللي بيعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشائها بالقاهرة الكبرى، وبينقل الحركة بين محور الشهيد وصولاً لمنزل المقطم ومنه لصلاح سالم، كما إنه هيقوم إلى جانب محاور ياس الرزق وسميرة موسى والحضارات بنقل الحركة من منطقة الكورنيش للمقطم. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 18 مارس وحتى 24 مارس، تضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. امبارح أعلن التصنيف الإنجليزي QS العالمي للتخصصات لعام 2023 قائمة أفضل الجامعات والتخصصات على مستوى العالم، مؤكداً على أن جامعة القاهرة بتعد أقوى الجامعات المصرية بفارق كبير، وبتشارك في التصنيف ب 27 تخصص، أي أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة في التصنيف لأقرب منافسيها محلياً. التصنيف الإنجليزي وضع برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصص على مستوى العالم، وحيث يحتل المرتبة 40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيباً في كافة التخصصات المصرية. أيضاً محافظات مصر كان لها نصيب كبير في الأخبار والأحداث اللي حصلت أمس، منها ضخ 88 طن أرز في معارض أهل رمضان بقيمة 15 جنيه في دمياط، وإنشاء وتطوير 39 نقطة إسعاف بقرى
حياة كريمة في محافظة أسيوط. يمكن لسه مكملين أخبار محافظات الصعيد تحديدا، لأن تم تحصين 260,376 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، وتنظيم معرض مجاني لأهل مركز دشنة في محافظة قنا. أكيد في أخبار تانية في محافظات الجمهورية المختلفة هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها أن مديرية التموين بمحافظة دمياط أعلنت ضخ كمية تجاوزت 88 طن رز فاخر بسعر 15 جنيه للمستهلك في معارض أهلاً رمضان في جميع مدن المحافظة. وأكدت محافظة أسيوط أن إجمالي عدد نقاط الإسعاف المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى المستهدفة بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة وصل ل 39 نقطة إسعاف ما بين إنشاء نقاط جديدة وتطوير ورفع كفاءة نقاط قائمة بتكلفة وصلت 68 مليون جنيه، وده ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير الواقع المعيشي لهذه القرى. محافظة المنوفية أعلنت استمرار أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2023، وتم تحصين 260,376 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة 69.6%، وده من بداية انطلاق الحملة في 4 مارس ولحد دلوقتي. للتعريف بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم معرض مجاني لأهالي قرى أبو مناع غرب في مركز دشنة في محافظة قنا، واللي استهدفت 117 أسرة من أهالي المنطقة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك. شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة مع بدء نوة عوة آخر النوات البردة على المحافظة، وأعلنت شركة الصرف الصحي رفع درجة الاستعداد بالشركة استعداداً لهطول الأمطار طبقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية. مديرية الزراعة في محافظة الشرقية أعلنت أنه تم حصاد 10,000 فدان بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول وتوريده لمصانع تكرير السكر، ووصلت المساحة المزروعة السنة دي ل 90,264 فدان بمختلف المراكز والمدن. أعلنت مديرية الصحة في محافظة الغربية أنه تم إنجاز 72% من أعمال التطوير بمستشفى صدر طنطا على مستوى عالي من التجهيزات للعناية المركزة والمتوسطة، بالإضافة للخدمات المساعدة بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى لمراعاتها في التشطيبات النهائية. انتهت محافظة الوادي الجديد من تطوير مدخل مركز باريس في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المظهر الحضاري بالمراكز، وبتهدف أعمال التطوير للارتقاء بمنظومة التنسيق الحضاري والهوية البصرية في مدن وقرى المحافظة. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل سريع، لكن لسه مكملين معاكم كلامنا في صباح الخير يا مصر، انتظرونا. بصبح عليكم مرة تانية، وزي ما استعرضنا مع حضراتكم في بداية الحلقة، النهاردة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. لكن خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس. مش النهاردة بقى، من امبارح بالليل في انقلاب كده حصل في الجو، وفي أمطار شديدة حصلت ورعد، يعني أظن أنه كان في أغلب المحافظات المصرية. بالفعل، يمكن احنا مع مساء أمس بدأنا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وده طبعا وفقا لتنبيهات وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. بدأت تتطور الحالة بشكل كبير في أغلب المحافظات، وبدأنا نشوف سقوط الأمطار اللي كان متفاوت الشدة ما بين المتوسط والغزير، وده كان رعدي بشكل كبير في أغلب المحافظات، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، محافظات سواحلنا الشمالية الغربية وأيضا الشرقية ومدن القناة، وصلت كمان الأمطار الرعدية لشمال الصعيد، واستمرت على مدار الليل في أغلب المحافظات. يمكن كانت ذروة الحالة الجوية بدأت فترة الليل، ومتوقع أن هي تكمل معانا اليوم على مدار اليوم بشكل طبعا متقطع مش بشكل متصل، وده بسبب أن احنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض،
ايضا منخفض سطحي موجود على سطح الارض بيعملوا على حاله التقلبات الجويه، واللي كان اهم عنصر والعنصر الواضح كان فيها بشكل كبير هو سقوط الامطار ما بين المتوسط الى الغزير والرعدي احيانا في اغلب محافظات شمال البلاد. والمتوقع ان اليوم ان امطار ايضا اليوم تكون امطار متوسطه وقد تكون غزيره ورعديه احيانا على السواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، ايضا مدن القناه، سيناء، شمال محافظة البحر الأحمر. ونتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية سيناء وسقوط الأمطار المتوسط والغزير ممكن بعض السيول تتشكل في الطرق المؤدية من وإلى المدن اللي موجودة في سيناء. بالإضافة كمان أن اليوم هيكون في طبعا انخفاض في درجات الحرارة عن أمس ملحوظ، لأن احنا بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، ويمكن ارتفاع درجات الحرارة بالأمس هو اللي أدى لتطور السحب الرعدية بشكل كبير. متوقع اليوم أن تكون مصادر الكتل الهوائية كتل هوائية شمالية طبعا محملة بكمية كبيرة من الرطوبة ومنخفضة في درجات حرارتها، فاليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع وجود كمان نشاط لرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة على مدار اليوم هيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، فهنحس فترة النهار بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية المائلة للدفء خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية. الحالة دي يا دكتور مكملة معنا لحد إمتى؟ هي هتكمل معنا على مدار اليوم إن شاء الله بشكل متقطع، مع غدا الأحد إن شاء الله تبدأ الحالة تستقر بشكل كبير، تبدأ الأمطار تتلاشى من على أغلب المحافظات وتقل وتنحصر فقط في سواحلنا الشمالية الشرقية وبعض المناطق من سيناء، وتكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة. غدا أيضا هيحصل اعتدال في سرعات الرياح في أغلب المناطق، هيستمر معنا فقط انخفاض درجات الحرارة واللي هيكمل معنا لنهاية الأسبوع، وإن شاء الله على مدار باقي أيام الأسبوع هيكون في استقرار نوعا ما وتحسن في الأحوال الجوية. طيب سقوط الأمطار النهاردة هل هيأثر على أعمالنا اليومية مثلا في بعض المناطق؟ وارد جدا في بعض المحافظات، لان احنا بنتكلم ان في امطار على مدار الليل والى الان فتره الصباح في امطار رعديه في بعض المناطق من شمال الصعيد والقاهره الكبرى ومدن القناه، فوارد جدا يعني ناخد بالنا او وارد جدا يحصل تعطيل لبعض حركه المرور في بعض الاماكن ممكن ياثر على اعمال الانشطه اليوميه، عشان كده احنا دايما بنحذر وبنقول ناخد بالنا اثناء سقوط الامطار، لو احنا موجودين في الشارع لازم تكون القياده بهدوء تام، نبتعد عن الاماكن اللي فيها تجمع مياه الامطار الموجوده في الشوارع، مهم جدا اثناء سقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاف الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، الاشجار، كمان القياده تكون بهدوء تام اثناء سقوط الامطار لان الامطار ممكن تؤدي لانخفاض رؤيه افقيه على الطريق، وممكن كمان تؤدي لا قدر الله لانزلاق العجلات، الطرق المؤديه من والى سيناء ممكن في سيول تتشكل عليها، فبقدر الامكان نتجنب الطرق المؤديه من والى سيناء اللي بيبقى موجود جنبها مخرات سيول او فيها مخرات سيول. مهم كمان خلال فتره الليل طبعا الملابس الشتويه، احنا دايما لازم ناكد ان الفتره دي بلاش تخفيف ملابس بشكل كبير او ارتداء ملابس صيفيه، لان فترات الليل لسه هنحس بالبروده والاجواء البارده، فبقدر الامكان فترات الليل تكون ملابس شتويه. غدا ان شاء الله فتره الصباح وارد جدا تتكون شبوره مائيه، وده المتوقع بعد سقوط الامطار وتوافر عامل الرطوبه في الجو، ففي شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، فناخد بالنا من الشبوره المائيه. نشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 21 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 22-13، اسكندريه 20-14، العلمين الجديده 20-14، مطروح 18-14، دمياط 22-14، بورسعيد 20-14، الاسماعيليه 22-14. نروح للسويس العظمى فيها 21 والصغرى 13، العريش 21-14، كاترين 18-9، طابة 25-14، حلايب 29-16، شلاتين 31-17، شرم الشيخ 27-16، الغردقة 28-15. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 14، بني سويف 22-13، الوادي الجديد 28-13، أسيوط 25-12، سوهاج 26-13، قنا 28-15،
الأقصر 29-15، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 16. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. ناخد بالنا أن في أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة لأمطار عادية في أغلب محافظات الجمهورية، وناخد بالنا من الشبورة المائية اللي بتبتدي تظهر بالليل متأخر وبتكمل معانا للصبح بدري. بنلتزم بتعليمات المرورية عشان توصلوا أشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. مرة تانية نرجع لأحمد وجمعنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي، وشكرا موصول طبعا لدكتورة منى الغانم. مشاهدينا دلوقتي خلينا نروح لأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في كأس رابطة الأندية المصرية للمحترفين ومباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستضيف مركز الحضارة والإبداع متحف الطفل احتفالية ساعة الأرض من الساعة 4 ولحد الساعة 9 بالليل. النهاردة كمان هتستكمل منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وهتكون الجماهير على موعد مع مباراة قوية هتجمع ما بين فيوتشر وطلائع الجيش الساعة 10:15 بالليل. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية هيكون معدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو، أهمها مباراة منتخب أسبانيا مع منتخب النرويج الساعة 9:15. وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب ويلز، ومنتخب سويسرا مع منتخب بيلاروسيا. دلوقتي خلينا نروح للميا عشان تعرفنا على آخر الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. طبعا عدى ايه، حلقتين صح؟ يعني خلاص احنا قلنا الايام بتجري بسرعه. عدى حلقتين. شكرا. شكرا ليك يا احمد. اهلا بكم مشاهدينا، وموجز لاهم الاخبار الفنيه واخر تفاصيل مسلسلات رمضان. نبدا مع النجم احمد فهمي اللي كشف عن وجود خط درامي سياسي ضمن احداث مسلسله الجديد سره الباتع. ووضح فهمي ان الجزء السياسي موجود بقوه خلال احداث العمل، خصوصا ان الجزء ده مطروح في حدوته حلوه وعاديه جدا. وقال فهمي الرساله اللي احنا عاوزين نوصلها بنقولها واحنا ماشيين في الاحداث، والهدف الاساسي من المسلسل هو التاكيد على الهويه المصريه. المخرج تامر نادي كشف تفاصيل مسلسله الجديد مذكرات زوج للنجم طارق لطفي، وقال دي التجربة الثانية ليا بعد المتهمة، المسلسل مختلف تماما عنها، وأكثر ما جذبني في مذكرات زوج هي فكرته لأنها لمسة ناس كتير. وأكد تامر أن المسلسل مش بينصف الراجل على المرأة أو العكس. ولسه مع أخبار مسلسل مذكرات زوج، وأكد الفنان خالد الصاوي أن شخصية الدكتور طه عابد في المسلسل دي مختلفة تماماً عن اللي قدمه في فيلم كده رضا. الدور ده بيعتبره تحدي كبير ليا علشان أظهرني بشكل مختلف. الفنانة مي عمر قالت أن شخصية بوسينة اللي بتجسدها خلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة شخصية مركبة وبتتصرف بشكل متناقض. مي كمان قالت أن أحداث العمل بتدور في إطار اجتماعي رومانسي، وأن العمل بيناقش قضايا اجتماعية مهمة، وأولها استقرار الأسرة وتأثير هدمها وتفككها على حياة الأبناء. الفنان طه دسوقي أحد أبطال مسلسل السفارة عبر عن صفحته الرسمية على الفيسبوك ووجه رسالة لكل متابعي مسلسل السفارة في رمضان 2023، وقال شكرا جدا لكل حد وثق فيا ودعمني ووقف جنبي من أهلي وأصحابي وأساتذتي، ويا رب أبقى عند حسن ظنكم جميعا وأكون ضيف خفيف عليكم في رمضان. خلصت نشرتنا الفنية، ونرجع نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع أحمد وجمانة. لميا بنشكرك، شكرا جزيلا. طيب زي ما قالت جمانة، يعني خلاص بنتكلم على يومين عدوا من الأعمال الدرامية، ويومين عدوا كمان من الشهر الكريم. مسلسلات رمضان في الحقيقة كلها أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الأعمال الاجتماعية أو حتى الأعمال الكوميدية اللي تابعناها خلال الحلقات اللي فاتت. في حلقة امبارح يعني كان في ملخص زي ما احنا معودين حضراتكم كده بنعمله لأهم الحلقات اللي حصلت في مسلسلات رمضان. بالضبط، معنا مجموعة كبيرة من المسلسلات أبرزها الكتيبة 101 ورسالة الإمام الكبيرة قوي، جزء السابع جعفر العمدة، سر الباتع، وسوق الكانتو، وغيرها من المسلسلات اللي هنشوف ملخصها في سياق التقرير اللي جاي. إلى
الحلقات الثانية من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. البداية مع مسلسل الكتيبة 101، شهدت الحلقة الثانية من المسلسل تعامل قوات الجيش المصري مع الإرهابيين اللي قاموا باستهداف كمين كرم القواديس في ملحمة بطولية لعناصر القوات المسلحة من الضباط والعساكر. اثبت يالا، اثبت، اثبت يالا. وزير واحد قادر عبد النبي منادي، تم الوصول للمحتجزين. في الحلقة الثانية من مسلسل رسالة الإمام شهدت تنقل كاميرا المخرج ليث حجو لقصر الخليفة العباسي في بغداد سنة 198 هجرية، وحوار بين الخليفة العباسي والإمام الشافعي. بدأ الحوار عند الخليفة العباسي اللي قال: أعلم كم يحبك أهل الحديث وأهل الرأي، وأنا أراك قريبا في النسب. وهنا رد الإمام الشافعي: علمي ونسبي هو ما يشرفني في الدنيا. فيقول الخليفة: وهكذا تصبح من كبار قضاتي، وسيقبل الكل الفتوى منك، لعلك تحسم لنا سخط القول بخلق القرآن بالحجة من عدمه، وتنتهي المسألة. ما دمت قد طلبت الوصية إذن، فاخلع رداء الكبر عن عاتقك، وضع تاج الهيبة عن رأسك، وانزع قميص التجبر عن جسدك، وانشر سرك، وألقي جلباب الرياء عن وجهك مستكينا بين يدي ربك. كمان شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع مشهد لمربوحة وهي بتمثل على زوجها الكبير إنها دخلت في نوم عميق، ولما خرج الكبير راحت وراه عشان تشوف مين البنت اللي بيخونها معاها. هي فين؟ هي فين؟ هي فين يا كبير؟ فين اللي بتخوني معاه؟ خرب بيتك، لقيته؟ إيه اللي عامل فيك ده؟ عندك كلب كوكيشن؟ بجانا تخني يا كبير بعد ما بعت الدنيا واشتريتك. اشتريت مين؟ الله يرحم، الله يرحم لما كانوا بيبيتوكي في البنيو اللي هيكشفوا فيه على الكاوتش المخروم، والبجالين لما تطلع يحتاروا منك ولا مني. ارتجال، ارتجال. مش هحضرها وانت شايف. الحلقة الثانية من مسلسل ألف حمد لله على السلامة للنجمة يسرى شهدت أحداث مختلفة. اضطرت ميان السيد تروح لبيت أسرتها لوحدها، خصوصا وإن والدتها يسرى وأخوها آدم الشرقاوي قعدوا في النيابة بعد ما اتدخلت الشركة لفض نزاع الشقة. حضرتك جارهم؟ أيوه. تعرفها؟ لا. طب تعرفه؟ لا. طب فين الورق اللي بيثبت ملكية حضرتك للشقة؟ ده كلام مهم. هو حضرتك مين اللي طلبك؟ الأستاذ اللي طلبك. حضرتك جاي منين؟ أنا جاي من اسم. يبقى احنا نروح القسم نفتح المحضر واتاكد انك انت كنت جاي من القسم مش واحد صاحبه، علشان كل واحد فينا ياخد حقه. ده كلام مهم بقى. صح؟ يا سلام، نروح القسم. وبدات احداث الحلقه الثانيه من مسلسل الصفاره في تحول شفيق لشخص تاني خالص بعد استخدامه الصفاره الاثريه واللي رجعته للماضي وقدرت تغيير حدث معين. الحدث ده هو انه قفز بالزمن 6 سنين وأصبح شخص بدين ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سياحية. مش ناوي يا حبيبة تخطب لي كارما؟ يا حبيبي يا وجي، لسه فاكرك، لسه فاكرك زي ما يكون امبارح وانت بتجري جنبي بالضفاير ومسكك كده. انت تمسكني منين؟ من الضفاير غالبا. ضفاير؟ يا بالعروسة؟ ماشي يا بيه. كمان شهدت الحلقة الثانية من مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج شجار كبير بين جميلة وشريف اللي بيتهمها بتزوير العقود، وده اللي دفع جميلة تتهمه بالجنون. وهنا ثار زياد على شريف وحاولت شهيرة والدة جميلة تهدي الأمور وطلبت من جميلة تنقل ملكية الميراث بالكامل باسمها عشان يكون تحت تصرفها. أيوة، بس أنا دلوقتي عايز أعرف هو ليه بابا عمل كده؟ إشمعنى أنا؟ يعني بابا لما كان قلب عليك الدنيا قبل ما يموت كان عايز يقولك كده؟ بس انتي سؤالك صح، اشمعنى انتي يا جميلة؟ ليه مش أكرم؟ ليه مش أنا؟ أنا بابا ما كانش بيخبي عني حاجة، أنا كنت دلوعته
ما تقولي لهم يا ماما. في الحلقة الثانية من مسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيلي كريم كشفت عن أحداث كتير، أبرزها إن مسعود اللي بيجسد شخصيته الفنان أحمد عيد قام بعمل حيلة بعد ما قتل أخوه بلال. الحيلة اللي عملها وخططها ادعى إن في مجموعة رجال أطلقوا عليهم النار أثناء سيرهم بالسيارة على الطريق، وهنا اتصاب أخوه بخمس طلقات واتصاب هو بطلقة واحدة في رجله، ولما روح البيت بعد دفن أخوه حس بالذنب واتمنى إن أخوه يسامحه. سامحني يا ولد أبوي، ملكني الشيطان ووزني، بس اللوم على أبوك الراجل المفتر اللي فرق ما بيننا وملا صدورنا بالحقد والغل. ده مش بس مفتر وظالم على الغريب، لا علينا احنا كمان، ولاده اللي من لحمه ودمه يا أخوي ما شايفش غير مصلحته واسمه اللي لازم يفضل في الدنيا بعد ما يموت. يموت ده هيدفننا كلنا. شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة عقد جعفر لجلسة حكم عرفية بعد مشاجرة أخوه سيد مع الحج حمادة فتح الله اللي كسر له محلاته، واعترف جعفر خلال الجلسة العرفية بأن الحج سيد له حق عليهم في أن أخوه يدفع 250 ألف جنيه. معلم سيد العمدة غلط، غلط في ناس كبار، ناس كبار وليهم اسمهم لهم وضعهم، ومتغرم 250 ألف جنيه. الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال شهدت بداية العلاقة بين عمرو وبسينة اللي بدأت بتقدمها الوظيفة في الشركة اللي بيمتلكها ياسر جلال، وبتتقبل في الوظيفة. من بعدها الأحداث بتتصاعد علشان تبدأ علاقتهم ببعض. اهدى كده، خلينا نقعد ونشوف هنتصرف ازاي. بسينة، الموضوع ده حله في ايدك انتي وملوش اي حلول تانية غير اللي انا قلت عليه. الحمل ده لازم ينزل لمصلحتك ومصلحتنا كلنا، هو ده الحل الوحيد، مفيش حل غيره يا بسينة. في الحلقة الثانية من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي ظهر رؤوف وهو واقع على الأرض أثناء محاولته لتغيير اللمبة في البيت، وفي الوقت ده بيحلم أنه قتل زوجته شيرين بسبب المشاكل بينهم، ولما حقق معاه الضابط أكد له أنهم متجوزين من 16 سنة وهي اللي قتلته وقتلت كل حياته. بعدها فاق رؤوف من الحلم علشان يلاقي نفسه وسط زوجته وأولاده وهم بيحاولوا يفوقوه. صحيت قلت إيه ده؟ ده كل حاجة ممكن تنتهي في لحظة. ده حلم انت حلمته؟ لا دي حقيقة حصلت، ومن ساعتها وانا مسيطرة عليا فكرة واحدة بس، مدام كل حاجة ممكن تخلص فجأة يبقى انا لازم ألحق اللي بقيلي وغيره. في الحلقة الثانية من مسلسل سر الباتع ظهر الفنان خالد الصاوي اللي بيجسد دور شيخ البلد، وشهدت الحلقة ظهور النجم حسين فهمي وهو بيجسد دور عالم فرنسي، ظهر خلال المشهد وهو بيكتب الخطاب باكيا امام مقام السلطان حامد. شهدت الحلقة أيضاً قصة حب أحمد السعدني اللي بيجسد شخصية حامد وحنان مطاوع اللي بتجسد شخصية صوفيا، لكن بيرفض الشيخ سليم جوازهم. وكلنا بنتشرف بيه في النظر، ولولا كلامه واللي عمله حامد والشباب كان زمان أهالينا مرجعش حد منهم حي. انتوا يا شباب ليكم جميلة وحق في رقبة كل بيت في بلد. طب هو احنا قلنا حاجة يا شيخ سليم؟ ربنا يبارك في الرجالة كتر خيرهم. بدأت الحلقة الثانية من مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة ومي عز الدين بمشهد انفجار القنبلة في أحد الجنود في الحرب وهو صالح أو أحمد صلاح حسني، واللي أهله بيدوروا عليه ومش عارفين إذا كان توفى في الحرب ولا لسه على قيد الحياة، وبيحاول طه القماش أمير كرارة أخو صالح إنه يدور عليه. دي مصيبة، في ناس طالبين طلبيات والناس دي دافعة فلوس، دي طير فيها رقاب. لا رقاب مين اللي طير؟ إحنا نروح نتكلم معاهم ونستسمحهم، هم أكيد هيسامحونا، خاصة لما يعرفوا إن المصلحة حط عينها علينا وقطرانا. يسامحوا مين يا حمدي؟ بقولك الناس دافعة فلوس وأنت بتتعامل مع قرايبك. بس بقى أنت أهو. يعني أحداث كتيرة مشوقة في الحقيقة بنتابعها من خلال دراما رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من المنتجين اللي يعني موجودين معها في إنتاج هذا أو هذه الأعمال الضخمة اللي احنا بنشوفها، أعمال متنوعة في الحقيقة. يمكن أنا شخصيا بتابع رسالة الإمام، يعني في خط كده درامي في كل مسلسل تحس صحيح. اللي هو يعني بيشدك اللي انت تكملي. في تنوع كبير قوي، تقدر تتابع كل اللي مهتم بخط معين او خط درامي معين صحيح. هيلاقيه موجود، وهيلاقيه موجود بمحتوى جيد جدا الحقيقه،
وحتى الآن البدايات كلها مبشرة جدا. صح. على أي حال خلينا نروح مع حضراتكم لموجز التاسعة مع لميا حمدين، نرجع لحضراتكم مرة تانية. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعدد من الأعمال الإنشائية بالطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تفقد الأعمال الإنشائية في محور المستشار عبد المجيد محمود، كما تابع معدل تنفيذ كوبري ربط محور ياسر رزق بمنطقة المقطم. واطمأن الرئيس السيسي من العاملين على معدلات سير العمل واستمع لآرائهم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصين لم ترسل أسلحة إلى روسيا منذ بدأت قوات الرئيس فلاديمير بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن إنه لا يستخف بالصين أو روسيا على حد قوله، مشيرا إلى أن ورود معلومات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية تفيد بأن الصين ستزود روسيا بأسلحة مهمة، مؤكدا أن بكين لم تفعل بعد نفيا في الوقت نفسه نيتها بعدم تقديم الأسلحة. توصلت الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق حول الهجرة، وفي خطاب أمام البرلمان الكندي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وكندا ستعملان سويا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون من بلاده إلى جارتها الشمالية ومنع عملية العبور غير القانونية للحدود. وينص الاتفاق على أن تستعيد الولايات المتحدة طالبي اللجوء غير المسجلين الذين يعبرون من أراضيها إلى كندا، في حين تتعهد كندا قبول أعداد أكبر من طلبات الهجرة. يصوت اليوم البرلمان العراقي على قانون الانتخابات في البلاد، وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أنه يتم العمل على الانتهاء سريعا من إجراءات تمرير مسودة موازنة 3 سنوات، مشيرة إلى أن اللجنة المالية بالبرلمان عازمة على الانتهاء من الموازنة سريعا، وأكدت أنه سيتم إدراجها على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة. حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزا ثمينا على ضيفه منتخب ملاوي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2024. وتقدم منتخب مصر سيطرته بالهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق محمد صلاح الذي حول عرضية أرضية من محمد حمدي إلى داخل شباك ملاوي، وشدد عمر مرموش سدد عمر مرموش تصويبة من خارج لتصطدم بدفاع ملاوي وتستقر بعدها داخل الشباك. بتلك النتيجة تصدر المنتخب الوطني المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد ملاوي عند 3 نقاط في المركز الأخير. حسم فريق الزمالك قمة دوري كرة اليد للمحترفين بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 31-23 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة. وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك ضمن ختام مباريات المرحلة الثانية من منافسات دوري المحترفين لكرة اليد، ونجح الزمالك في فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها، حيث حسم الشوط الأول بنتيجة 16-12، واستمر تفوق الأبيض في الشوط الثاني حتى حسم المباراة لصالحه بنتيجة 31-23. بهذه النتيجة ينهي الزمالك المرحلة الثانية من دوري اليد متصدرا برصيد 27 نقطة، ويليه الأهلي بنفس الرصيد. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ولسه مكملين معاكم فقراتنا اللي بنكتشف فيها وبنشاور فيها على المواهب الشابة في عالم الإنشاد والابتهالات. عالم مليء بالمتميزين، مليء بالأصوات الروحانية، يعني الأصوات المبدعة في حياة الأمر اللي كلها طاقة استثنائية.
صحيح يا احمد، احنا بنتكلم انه يعني كمان مصر دوله التلاوه، وانه مصر يعني لديها افضل الاصوات في هذا المجال تحديدا، يمكن اللي ما جاش زيهم. خلينا نروح لزميلنا احمد الحسيني اللي هيشاور لنا على موهبه واحد من شباب المنشدين، وهو المنشد الشاب سيد الرفاعي. خلينا نتعرف على صوته وموهبته في التقرير اللي جاي. اهلا بكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات الانشاد الديني في رمضان. معنا النهارده موهبه فريده، هي موهبه الشيخ سيد الرفاعي، بيجي مخصوص من مدينه كفر الشيخ عشان يحضر دروس مدرسه الانشاد الديني هنا في القاهره. اهلا بك شيخ سيد وكسان طيب. اهلا بحضرتك، الله يخليك. صوتك جميل ما شاء الله، قول لنا يعني ازاي دخلت في المجال ده وازاي ابدعت ونميت موهبتك بالشكل ده. هو اول حفله طلعتها خالص في حياتي كانت في ثالثه اعدادي في معهد دهب اعدادي الثانوي، وبعد كده بقى تشجيعات من المدرسين وكده، لحد ما عرفت ان في مدرسه الانشاد الديني مع الشيخ محمود التهامي جزاه الله خيرا طبعا، لحد ما توصلت كده ولحد ما جيت. دخلت ازاي بقى لمدرسه الانشاد الديني او التحقت بيها ازاي؟ تابعت على الصفحه الرسميه بتاع الشيخ محمود بتاع نقابه المنشدين برضه، لحد ما حجزت ودخلت يعني اشتركت. شايف المدرسه دي اسقلتك ازاي او ازاي نمت موهبتك او اتعلمت فيها ايه زياده؟ انا الاول كنت ما كنتش واثق من نفسي بصراحه، اللي هو الثقه بتاعتي زادت شويه لما اتقابلت في المدرسه اصلا. لما اتقابلت في المدرسه اصلا، وزادت اكتر لما نجحت في الاختبارات. ودي بصراحه يعني ترجعات من الشيخ طه الاسكندراني. ايه ذكرياتك مع اول يوم في مدرسه الانشاد الديني من ناحيه الاختبارات ولا ناحيه الاختبارات واول يوم بقى حضرت فيه واستفدت فيه فعلا بمعلومه جديده في المجال ده او مجال الانشاد؟ المقامات كان ما كنتش متمكن فيها او ما كنتش اعرف افرق بين المقامات. دلوقتي عرفت بقى الراست من البياتي من الصبا من الحجاز من العجل. طب ما تدينا فكره كده الفرق ما بين المقامات بصوتك او مثلا في مقام اسمه مقام الراست. بيقول تي را 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 را، ده مقام اسمه الراست. كنا بناخد عليه توشيح اسمه ميلاد طه. ميلاد طه أكرم الأعياد، وهكذا. هل في حد عندك في العيلة أو في الأسرة عنده الموهبة دي؟ هو إعمامي، ويعني هي الأصوات موجودة وأخويا برضه موجود، بس اللي هو أنا بس أنت الوحيد اللي قررت أنت تخش المجال ده وتقتحمه بشكل كبير وتدرس فيه وتتعرف على المقامات. طب قولي أنت شايف مستقبلك في مجال الإنشاد الديني أو طموحك فيه إيه؟ هو طموحي إن أنا الإنشاد الديني أصلاً بحبه جداً من صغري، من وأنا صغير جداً يعني. كان أبويا كان حاطط ترنات كده على التليفون الإسلاميات وكده، فكنت بحفظها دايماً. فزي ما قلت لحضرتك في الأول،
نميت يعني فضلت ماشي لحد ما وصلت له. مين من المنشدين والمبتهلين الكبار والعظماء شايف اللي هو ممكن يكون قدوتك او انت حابب ان انت تسير على نهجه؟ الشيخ السيد النقشبندي. تشابه في الاسم برضو، الشيخ سيد رفاعي والشيخ سيد النقشبندي شويه. والشيخ نصر الدين طبار. جميل، الشيخ نصر الدين طبار. ناس كتير يعني. طب حابين نسمع حاجه كده؟ يعني احنا مرتبطين في رمضان دايما بالشيخ سيد النقشبندي وكمان نصر الدين طبار، تحب تسمعنا ايه من هذه الاناشيد والابتهالات الخاصه بشهر رمضان واحنا في هذا الشهر الفضيل؟ ممكن اقوم بالليل، هي مولاي اني ببالك بس هقول الارتجاله اللي في النصي. اقوم بالليل والاسحار ساجيه ادعو وهمس دعائي، ادعو وهمس دعائي، بالدموع ندي بنور وجهك اني عائد واجل، ومن يعوذ بك لن يشقى الى الابد. كفايه كده عشان ما تقولش عليك. جميل، ما شاء الله عليك شيخ سيد رفاعي. شايف كمان ان الانشاد الديني هنا يعني الشباب الجداد ممكن يكون ليهم كمان نصيب زي الكبار المنشدين القدامى او كده، ولا ايه رايك؟ اكيد طبعا اكيد. ازاي ده ممكن يحصل؟ انا من وجهه نظري كل واحد يستخدم صوته احسن. ازاي؟ يعني انا شايف مثلا صوتي كويس او حد شاهد ان انا صوتي كويس اروح انميه، مش اروح استخدمه بقى في الفلاتر وبتاع، اللي هو ما اعتمدش على الفلاتر، اللي هو انمي صوتي وادرب صوتي واخش علم المقامات. علم المقامات وعلم الموسيقى هستفاد اكتر. وشغل المهرجانات هو فيهم ناس والله والله فيهم اصوات حلوه، فيهم اصوات كويسه، وشهادتنا شفت شهادات لناس تانية من ناس تانية يعني كبار. هل ليك اناشيد خاصه بيك سواء في الالحان او في الكلمات، ولا انت دايما بتعتمد على الاناشيد من التراث او من كبار المنشدين؟ هو انا لسه بعتبر ان انا لسه بتعلم برضه، ولسه ما حصلش نصيب ان انا اعمل فيديو كليب خاص بيا يعني. بتمنى لك كل التوفيق. وحابب تقول لنا ايه في النهايه عن مستقبل الانشاد الديني خاصه بالنسبه لك يعني؟ حابب اقول ان الانشاد حياتي صراحة، حياتي بصراحه يعني. نتمنى لك كل التوفيق الشيخ سيد الرفاعي. بنشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب، واستمتعنا بصوتك وابتهالاتك واناشيدك الدينيه. مشاهدينا انتظرونا في لقاء اخر مع منشد اخر من مدرسه الانشاد الديني هنا في القاهره. دمتم في رعاية الله وأمنه. شهر الصيام فريضة من صام رمضان، جوزي بالجنان مقاما. شهر الصيام فريضة من صام رمضان، جوزي بالجنان مقاما. الصوم لي الله قال فصم له، والصوم لي الله قال فصم له. يا عبد واستغفر به الآثام، لهلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك
لتهنئ الإسلام بحلوله والصوم من حسناته تتذكرون آمنا ويتاما. يعني مدرسة الإنشاد الديني أبدا ولن تتوقف، بحر لا يتوقف في حياة الأمر، يعني من أول بقى النقشبندي، نصر الدين طوبار، حدث ولا حرج، أسامي كتيرة جدا 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 يعني اللي احنا بنشوفه الشيخ سيد الرفاعي ده امتداد ليهم يا جمال. طبعا لا، أنت لو بصيت كده على مصر في تحديدا في الإنشاد الديني، مصر من أكبر المدارس الحقيقة في هذا المجال تحديدا. صحيح. في العالم كله، من أول بقى الشيخ علي محمود، الفيومي، نصر الدين طوبار، نقشبندي، اسامي كتير. عارفه انا مولاي أوي. لو انا ما سمعتهاش قبل دخول رمضان بحس ان لسه، يعني احنا لسه بعيد على شهر رمضان. طب لا، في مجموعه كده من التواشيح والله والابتهالات يا جمانه لو ما سمعتهاش، لا انا لسه الروحانيات بتاعت الشهر ما بتكملش غير بالانشاد الديني والابتهالات تحديدا، حتى الاذان، يعني حتى الاذان لما بتسمعه من منشدين بعينهم او من قراء طبعا قارئين قران بعينهم، لا بتحس فيه مختلف. والمدرسة المصرية أكررها مرة تانية، المدرسة المصرية مختلفة، في مدارس كتير جدا ظهرت كلها تحترم وكلها جميلة جدا وبنسمعها بالمناسبة، ولكن صحيح. تبقى المدرسة المصرية متفردة وعلى القمة وتدرس وكتير عجبني. بيتعلموا منها. صحيح، عجبني كلام الشيخ سيد الرفاعي وهو بيقول لزميلنا أحمد الحسيني، عندك الموهبة، صوتك حلو، نميها، ما تعتمدش على ان انت تطلع بسرعة وتروح لفكرة الفلاتر وغيرها من المؤثرات الصوتية اللي هتخليك شوية بالبلدي كده راكب الترند او انت مؤثر في مجموعة او شريحة معينة، لكن بمرور الوقت مش هتعرف ان انت تشتغل صحيح. حاجات لايف، مش هتعرف ان انت تبتهل وتقول تواشيح، يعني قبل اذان الفجر او قبل اذان المغرب تحديدا، لان احنا في مصر عندنا مجموعة من المبتهلين والمشايخ قدروا اللي هم يأثروا ويثروا في وجدان الشعب المصري حقيقي. دي حقيقة. يمكن المجال ده كمان تحديدا يا عبد الصمد ما اعتقدش، يعني هو معتمد على الصوت والإحساس بشكل كبير جدا. صحيح. ما اعتقدش ان الفلاتر اللي بيكلم عليها اللي كان بيكلم عليها الشيخ سيد هتخلي الصوت ده يدخل قلوبنا، لان احنا شعب متربي عنده ذوق في الحتة دي، مش اي حاجه هتدخل قلوبنا بسهوله، مش اي حاجه صحيح. هتقدر ان هي تطربنا بسهوله، لان احنا جربنا، سمعنا الحلو قوي، سمعنا اصوات ما شاء الله عايشه معانا لحد النهارده ما تكررتش، فصعب قوي ان احنا نستصيغ او ان احنا زي ما بنقول كده يعني نتذوق اصوات ما بناكلش اي حاجه زي ما بيقولوا بالظبط، وما بناكلش اي حاجه وما بنسمعش اي حاجه. صحيح. فمهم صح. جدا جدا ان احنا نحاول طول الوقت ان احنا ندور على المواهب دي ونحاول ان احنا نظهرها، لانه ده مجال تاني، دنيا تانية خالص. زي ما بنتابع مواهب كتير جدا في مجالات كتير جدا، المواهب كمان في مجال انشاد الديني او في الانشاد الديني او قارئين القران مهم جدا، لان دي مدرسه متفرده مصر بيها بشكل كبير ولازم نستمر، ودي ثقافتنا وهي دي الهوية بتاعتنا. صحيح. زي ما بيتقال، لأن احنا متميزين بده، وكنا بنصدر مشايخ أجلاء ومبتهلين أجلاء في عالم الإنشاد تحديدا للعالم العربي والإسلامي ككل، وأعتقد اللي احنا بنشوفه النهاردة ده بيؤكد أن يعني مصر يعني هتظل كده أبد الدهر، وهتظل اللي هي دايما تصدر العلم وتصدر يعني المنشدين والقراء مهما يعني اختلفت العصور والأزمان، هتظل مصر صاحبة الريادة. يعني يمكن شفنا الشيخ سيد الرفاعي بيجي من كفر الشيخ تحديدا علشان يثقل الموهبة الخاصة به في مدرسة الإنشاد الديني بالقاهرة، وهو ده اللي بيأكد اللي عنده الموهبة بيطلب العلم أيما كان مكان العلم تحديدا، علشان خاطر هو مؤمن بالحاجة اللي هو بيعملها، وربنا سبحانه وتعالى اداله الملكة، اداله موهبة الصوت الحلو والإحساس الحلو، اللي يمكن زي ما جمانة كانت بتقول الإحساس والصوت ده مش سهل قوي علينا اللي احنا نتقبله من أي حد. صحيح.
يعني على اي حال مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع المنتخب الوطني اللي حقق الفوز على منتخب ملاوي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار. افتتح أهداف المنتخب الوطني محمد صلاح في الدقيقة 20 والهدف الثاني للفراعنة سجله عمر مرموش مع نهاية الشوط الأول. وفي مجموعة مصر فاز منتخب غانيا على المنتخب الإثيوبي بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح في المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا. اتأهل المنتخب المغربي رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وده بعد ما تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع ليبيريا بنتيجة 2-2 ضمن منافسات المجموعة 11 من التصفيات المؤهلة للبطولة. استفاد منتخب أسود الأطلسي من التعادل الإيجابي للمواجهة اللي جمعت بين جنوب إفريقيا مع ليبيريا. منتخب السنغال فاز على منتخب موزمبيق بنتيجة 5-1 في اللقاء اللي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الـ 12 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار. المسؤولين في النادي الأهلي أجروا اتصالات بلاعيبة الفريق الموجودين في المنتخبات الوطنية المختلفة خلال فترة التوقف الدولي الحالية. المسؤولين في النادي حرصوا على التحدث مع اللاعبة بشأن حالتهم الفنية والمعنوية قبل بدء المباريات المختلفة مع منتخباتهم. منتخب بلجيكا حقق فوز كبير على منتخب السويد بثلاثية نظيفة في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 في ألمانيا، وسجل ثلاثية بلجيكا روميلو لوكاكو اللي سجل هاتريك في الدقائق 35 و49 و83 من عمر اللقاء. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إقالة يوليان ناجلسمان من تدريب البافاري وتعيين توماس توخيل بدلا منه، وأصدر نادي بايرن ميونخ بيان رسمي قال فيه يعلن بايرن ميونخ إقالة المدير الفني للفريق ناجلسمان، وتم التوصل إلى هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بالتشاور مع الرئيس هيربرت هاينر، وتولى أو هيتولى توماس توخيل قيادة الفريق. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع أحمد وجمانة. لميا بنشكرك شكرا جزيلا. صحيح يمكن الأخبار الرياضية خلصت لكن لسه كلامنا عن الرياضة ما خلصش، وثنائية مصرية في مباراة ملاوي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا، ثنائية سجلها صلاح ومرموش في ليلة تألق منتخبنا امبارح بقيادة البرتغالي روي فيتوريا. في الحقيقة يعني ماتش يمكن زود من تصنيف المنتخب المصري، لأن أصبح المنتخب رصيده بالنتيجة دي 6 نقاط في مباراة الأمس، المباراة اللي كان الأداء جيد إجمالا، ويعني خلونا نعرف قراءة تحليلية وافية عن هذه المباراة تحديدا هنتعرف عليها من خلال ضيفنا في الاستوديو إسلام محمد الناقد الرياضي. صباح الخير يا إسلام. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا جمانة، وصباح الخير يا مصر بقى، وكل سنة طيبين ورمضان كريم. وليلة مصرية خالص امبارح كنا بكل تأكيد نتمناها، والحمد لله يعني الجمهور القليل اللي كان متواجد امبارح الحمد لله ان هم روحوا فرحانين بثنائية مرموش ومحمد صلاح طبعا نجم ليفربول الانجليزي. طبعا يعني احنا كلنا سعدنا جدا بفوز المنتخب المصري امبارح، بس زي ما احنا بنقول كده احنا دايما طماعين في الخير. صحيح. دايما لما بنحب كده نبص على حاجه من منظور اوسع شويه بنبقى عايزين الخير، بنبقى عايزين مصلحه منتخبنا الوطني بشكل عام. شايف منتخب في صلاح ومرموش واسامي تانية يعني محترفه في اهم الانديه بره بتلاعب منتخب، اعذروني انا مش بصراحه مش عارفه يعني بالظبط تصنيفه ايه، بس يعني مش من اقوى المنتخبات، يعني مش من اقوى المنتخبات، منتخب عنده الاسامي دي ثنائيه، ده نتيجه مرضيه؟ بصي في ارضنا يعني على ارضنا. بص اقول لك على حاجه، خلينا بس نتكلم في البدايه ان فوز منتخب مصر بالامس على منتخب ملاوي في الوقت اللي احنا فيه ده هو فوز مهم جدا 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 في ظل الظروف
اللي المنتخب كان يعني بيتواجد فيها الفترات اللي فاتت. يعني تخيل انت منتخب مصر كان بينهزم من اثيوبيا، اثيوبيا اللي يعني مع احترامي للمنتخب الاثيوبي، لما نيجي نقيم منتخب اثيوبيا بجانب المنتخب المصري لا الوضع مختلف تماما، مفيش مقارنه اساسا. صحيح. يعني هو مفيش مقارنه. فتخيلي ان اي حاجه ممكن تحدث في كره القدم. عشان كده انا مبسوط، انا مبسوط ان احنا أكيد كسبنا، اكيد احنا سعداء بالفوز يا اسلام امبارح، ولكن عايزين نتخطى الفكره دي بتاعت ان احنا كسبنا. ده طبيعي، لا هو طبيعي انك انت تكسبي ملاوي، خلي بالك، لان يعني لما نيجي نتكلم عن الفكره انت بتتكلم كامكانيات فريق قدامك يا اسلام، امكانياته متواضعه جدا. صحيح. جدا جدا. يمكن الميزه الوحيده اللي عنده هي السرعه في بعض الاحيان. صحيح. بص انت قلت نقطه مهمه جدا، هو منتخب اقل من المتواضع كمان، يعني خلينا نتكلم بكل امانه. منتخب مصر كان يفوز 6-7 مرتاح جدا، وهقول لك على حاجه، من غير كمان محترفين. تخيل انت بتلعب فول تيم، يعني انت معاك محمد صلاح، معاك عمر مرموش، يعني انت تقريبا معاك القوه الضربه بتاعتك كامله. ولكن انا بتكلم على الظروف بقى والاجواء المحيطه في المنتخب خلال الفتره اللي فاتت. أي ايه الظروف بقى؟ ما انا هقول لك. بص يعني الظروف الموضوع مختلف تماما. يعني لو جينا اتكلمنا عن فترات منتخب مصر القديمه بقى، مش هنقول القديمه قوي، يعني لو جينا نتكلم الجيل الذهبي اللي كان مع الكابتن حسن شحاته، اعتقد الموضوع كان مختلف. بدايه من الاتحاد اللي كان متواجد طبعا برئاسه الاستاذ سمير زاهر، الكابتن سمير زاهر الله يرحمه، كنت هتلاقي منظومه متكامله، كنت هتلاقي الجيل اللي متواجد نفسه، اللعيبه اللي كانت موجوده بتلعب، كان الموضوع مختلف تماما معاها. الانتماء، روح التيشيرت منتخب مصر، يعني احنا لما كنا بنيجي نتكلم عن منتخب مصر كنت ممكن تقول يا جمانة ان الجيل ده يلعب لو ما فيش اتحاد كوره، حتى لو ما فيش اي حد. صحيح. موجود لو ما فيش مدرك قيمه اللي بيعمله، مدرك قيمه التيشيرت لابسه زي ما انت قلت. اكيد طبعا. ولا المشكله دلوقتي في اللعيبه ولا ايه اللي بينقص اللعيبه؟ لا هي بص هي منظومه متكامله الحقيقه، يعني هي منظومه متكامله. لو جينا اتكلمنا هنلاقي ان الفتره اللي فاتت كان في خلل داخل اتحاد الكوره. انا كنت اتمنى شخصيا فين دور الكابتن محمد بركات، فين دور الكابتن حازم امام، خاصه ان الثنائي دول هم الثنائي الكروي الاقوياء جدا داخل اتحاد الكوره، ولكن فين دورهم مع المنتخبات؟ لو جينا بصينا الفتره اللي فاتت كنت هتلاقي كل المشاركات اللي احنا دخلناها في الاعمار السنيه بتاعت منتخباتنا مفيش حد، يعني المحصله في الاخر ايه؟ صفر. احنا كل المنتخبات بتاعتنا خرجت من التصفيات اللي كانت مشاركه فيها. تخيل بنخسر من اثيوبيا بثنائيه، اول مره تحصل في تاريخ مصر تقريبا. كان ماتش صعب قوي. تخيلي بعديها بتخسري من كوريا في مباراه وديه باربع اهداف، نتيجه تقيله جدا. صحيح. احنا منتخب مصر مع احترامي لمنتخب كوريا، بعد كده بيرحل الكابتن ايهاب جلال وبيبقى اتحاد الكوره، فنقدر نقول هنا هي منظومه متكامله. انا بس يعني كنت كل مره بناشد يعني ان اي حد بيجي يقعد على كرسي اتحاد الكوره لابد ان هو يشتغل للصالح العام. صحيح. للصالح العام، لصالح الكره المصريه. السيره هي اللي بتفضل طبعا، سيره الشخص اللي كان متواجد، هل هو الفتره اللي كان متواجد فيها هل هو مؤثر فيها ولا لا؟ صحيح، هو ده اللي بيفرق. طب خلينا نرجع لمباراه الامس، لان يمكن شفنا تراجع كان ملحوظ في الشوط الثاني تحديدا، وما كانش فيه ضغط، كنا نقدر ان احنا لو ضغطنا شويه اللي احنا نغير النتيجه طبعا لاعلى من كده. ليه ده ما حصلش؟ بص هو ما حصلش لان انت برضو بتلاعب منتخب ضعيف جدا، ولكن ده المفروض كان حافز ليك اكتر، ده اللي يخليك ان انت تضغط، ده المفروض كان حافز ليك اكتر انك انت حتى تستعيد جزء كبير قوي من ثقه جماهيرك. اللي شفناه امبارح، العدد الجمهور اللي شفناه امبارح، انا ما كنتش اتوقع ابدا ان احنا ممكن نشوف المنظر ده. تخيل انت 20,000 تذكره مطروحه، ولكن العدد اللي كان موجود امبارح هو عدد قليل جدا. الجمهور حتى نوعيه الجمهور حتى اللي كانت متواجده غير نوعيه الجمهور اللي احنا كنا بنشوفها زمان. ما يمكن الجمهور شايف ان هو المباراه مش مستاهله ان يبقى في مؤازره او ان انا اكون موجود جنب المنتخب في هذه المباراه، لان زي ما احنا اتفقنا هو فريق امكانياته محدوده. فريق امكانياته محدوده، ولكن انا كلاعيبه منتخب مصر، انا كلاعب داخل منتخب مصر في الوقت الحالي ده، اعتقد ان انت كنت لازم ويجب عليك انك تكسب منتخب ملاوي بسكور كبير، سكور حتى انت رجع حتى يعني هيبه منتخب مصر، الهيبه نفسها، شخصيه منتخب مصر. خلي بالك شخصيه منتخب مصر دايما كان الجميع بيراهن عليها، حتى بشرط
لو ما كناش احنا احسن منتخب. صحيح. ولكن الروح كانت بتتغلب على اي منتخب. تخيل انت احنا كسبانين منتخب ايطاليا، انت البرازيل كسباك في بلس 90 بالعافيه بكل نجومها، كنا التاسع على مستوى العالم. لما بنيجي نتكلم عن مصر ما بين دول اوروبا، احنا ما بنتكلمش عن مصر افريقيا بس، لا احنا كنا بنقول منتخب مصر التاسع على العالم. هويه المنتخب، شخصيه المنتخب، شخصيه هؤلاء الجيل، انا كنت صحيح. اتمنى ان هم يستعيدوا الثقه الكبيره من جمهورهم ده، عشان بعد كده انت اللي هتبقى محتاج الجمهور. خلي بالك الجمهور عايز يرجع الثقه من جديد، هي دي نقطه مهمه. طبعا الجمهور مش هيرجع الثقه لوحده برضه، عشان نكون واقعيين. صحيح. يعني صحيح. يعني انا فاكره في وقت ما كنا بنتفرج على كاس العالم، رجعنا من كاس العالم يعني عندنا حزن. طبعا سعداء جدا 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 بالاداء المنتخب المغربي، سعداء طبعا. جدا، بس في نفس الوقت عندنا حزن. منتخب المغربي والمنتخب السعودي والمنتخب التونسي بالزبط. بص يعني خلاص، هو الفوارق كلها اتذللت، ما بقاش في فوارق. صح. اي منتخب دلوقتي عينه على لقب او عينه ان هو يروح بطوله كبيره، خلاص موضوع التشريف يعني عارف انت اللي هو التمثيل المشرف ده خلاص بقى انتهى بقى. يعني خلاص. خلاص لان خلاص ما بقاش في فوارق كبيره، يعني لو بصيت على كل المنتخبات خلاص ما بقاش في فوارق. صحيح. فطبيعي انك انت رايح بطوله بحجم بطوله كاس العالم، يا اما انك تروح جاهز، يا اما بالنسبه لي انا ما اروحش خالص. دي نقطه مهمه. جهز نفسك بجد، جهز نفسك عشان يوم ما تكون موجود تبقى قادر تنافس. تبقى قادر تنافس، مش رايح. صح. تمثيل مشرف فقط لا غير، لان احنا مصر كبيره جدا. تعبنا بقى من التمثيل المشرف بس، يعني اللي احنا بنبقى موجودين بس يكفينا الشرف اللي احنا موجودين. ده مش هينفع الفتره اللي جايه، وخلي بالك اعتقد ده بيسيء الصوره اكتر. طبعا اكيد يعني اكيد. مش بالعكس. معقول انا كل مره ابقى سعيد قوي ان انا رحت. ومش معقوله وحاجه يعني انا لغايه دلوقتي مش متخيله، احنا كسبنا منتخب ملاوي، احنا ما كسبناش الكاميرون ولا السنغال ولا تونس ولا الجزائر، عشان ينزل رئيس اتحاد الكوره يهني اللاعبين برضو، مع احترامي، مع كامل احترامي. احنا شفنا لا ابدا ابدا مع كامل احترامي. طب احنا شفنا امبارح طارق حامد، حجازي، كهربا، انذارات بالجمله. صحيح. شايفها ايه السبب فيها برضو؟ بص هو يا احمد مش ايه السبب فيها، هو انت اساسا انت بتلعب زي ما قلت لك منتخب عشوائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. يعني ممكن انت ممكن كلاعب ممكن تتهور بدون ما تقصد اساسا، او هو ممكن يعني يبقى قصدك خطوات مش مدروسه. لا هو بيلعب معاك، هو كل اللي بيتمناه ان ما يطلعش منك بسكور، يعني هو جاي اساسا خايف منك، ولكن انت ما استغلتش ده برضه. انت المفروض بقول لك كنت تطلع امبارح مش اقل من 7-8. انا فاكر احنا كنا بنلعب منتخبات زي منتخب مثلا ناميبيا، ده كان بيجي عندنا هنا، كان الكابتن عبد الحميد بسيوني الله يمسيه بالخير يعني وربنا يديله الصحه، كان بيسجل بالسوبر هاتريك فيهم. انا متذكر كنا في مباراه في اسكندريه بنلعب منتخب ناميبيا، كسبانوه 8-8 وزعلانين، انت متخيل؟ وخلي بالك بشرط، انت وقتها ما كانش عندك لعيبه محترفه. انت امبارح بتلعب منتخب ملاوي وعندك فولتي جايب له الصفوه وعندك فولتي. وبالمناسبه محمد صلاح وصل للهدف رقم 50 بعد الكابتن حسام حسن مباشره، يعني محمد صلاح بقى الهداف بعد الكابتن حسام حسن برصيد 50 هدف، هيجي محمد صلاح رقم 2. ده بالمناسبه بس عشان الناس برضو تبقى عارفه الارقام دي، لان الارقام دي مهمه جدا. طبعا محمد صلاح الحقيقه عامل طفره مع المنتخب، زياره كمان تريزيجيه بالامس، طبعا كان متواجد في معسكر المنتخب وكان متابع كمان المباراه، اعتقد هي كانت حاجه مهمه ولفته طيبه جدا. ولكن هرجع للمباراه يا احمد تاني بتاعت ملاوي، طبيعي جدا، طبيعي انك انت تكسب ملاوي رايح جاي، وطبيعي كمان ان لما اثيوبيا كمان تجي لك بقى هنا، اصل احنا مش خلاص، احنا مش هنستنى نتائج سلبيه تاني، مش هينفع. احنا منتخب مصر، لما نيجي نقول منتخب مصر بيلعب غينيا واثيوبيا وملاوي، انت دايما بتقول منتخب مصر الاول. طيب انا هاخد بقى من كلامك، وانت بتتكلم عن منتخب مصر وملاوي والمباراه، الاداء ده ماتش 27 مارس بقيه الجولات، نكمل الجوله الرابعه بقى. الاداء ده ينفع نكمل بيه؟ هيوصلنا لحاجه ولا لا؟ بص هقول لك على حاجه، هو من حسن حظنا يعني، وده بفضل ربنا علينا، يعني ان احنا هنلاعب ملاوي الجوله الرابعه كمان. يعني احنا مش هنلاعب غينيا، خلي بالك، لان غينيا يا احمد في المستوى هي اعلى من ملاوي. صحيح. واعلى من اثيوبيا، فكويس ان انت هتلعب كوره. فكويس ان انت هتلعب في الجوله الثالثه والرابعه جمانه،
نفس المنتخب اللي هو ملاوي. انا ما عنديش ادنى شك او اي مشكله ان احنا نروح نكسب. خلي بالك ملاوي هناك وده امر طبيعي يعني يا جماعه. هو اللي مش طبيعي ان كنتوا فاكرين ان انتوا هتروحوا هناك مثلا فترجعوا لنا بتعادل. لا هو مش طبيعي ابدا. مش هنرضى. لا مش هنقبل اساسا. مش هنقبل. هو طبيعي انك انت تروح تجيب الثلاثه بونت من الثلاث نقاط طبعا من منتخب ملاوي وترجع بيهم. ده امر طبيعي جدا. احنا بنشوف يا جماعه منتخبات الجزائر وتونس والمغرب والكاميرون والسنغال بتلعب المنتخبات الاوروبيه وما تحسش باي فوارق خالص. صحيح. يعني بتلعب الارجنتين وبتلعب البرازيل. تابعنا. لا احنا يعني خلاص احنا الحته دي بقى اتكسرت. فكره انه المنتخبات العربيه خلاص ما تقدرش تنافس. لا هي انتهت وشايفين احنا هنروح بين كاس العالم. شفنا كاس العالم الاخير. ولا كاس يا جماعه في محمد صلاح اللي قدر يبقى هداف ليفربول. صحيح. ويتعايش وغيرهم من المحترفين اللي قدر انه يوصل للمكان ده بمنتهى البساطه. ما هو ما فيش حاجه. ومش ساحر على فكره. تعالي انت يعني دلوقتي يا جومانا تابعي الصحف والمنشطات والقنوات الاجنبيه لما بتيجي تتكلم عن مواجهه محمد صلاح او الفرق ازاي اللي بتواجه محمد صلاح هتواجهه ازاي او هتتعامل ازاي مع محمد صلاح. طبعا. فهو زي ما انت ما قلتي هو واجهه مشرفه. احنا خلاص تخطينا بقى المرحله دي. تخطينا مرحله ان احنا نستنى ان احنا هل هنكسب منتخب ملاوي ولا لا. طب هنعمل ايه مع منتخب اثيوبيا لما يجي لنا هنا؟ طب يعني احنا المفروض عدينا احنا خلاص عدينا المراحل دي يا جماعه. وبعدين هو الموضوع لا ليه علاقه فعلا لا بنية بقى جسمانيه لا 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 لا. ولا بظروف لا لا. ولا يعني باي شيء اكتر من انه يعني شفنا حتى في كاس العالم شفنا دول ما كانتش خالص بتلعب كوره وفجاه طوروا من نفسهم. صحيح. ولقيناهم موجودين بقوه. هل في مقارنه يعني لو بصيت على الاسماء بتاعه منتخب ملاوي واسماء منتخب مصر هل في مقارنه ما بين هنا وهنا؟ مفيش خالص. انا مش هقول لك بقى محمد صلاح لا ده انا هقول لك اللعيبه حتى المحليه اللي عندنا هنا او اللعيبه اللي بتلعب في الدوريات العربيه زي مثلا احمد حجازي. مفيش مقارنه خالص. مفيش مقارنه ما بين منتخب مصر مع احترامي وما بين الثلاث منتخبات التانيين اللي معانا في المجموعه. صحيح. ولكن يعني احنا اللي وضعنا انفسنا في هذا المأزق الكبير ولازم احنا نخرج نفسنا منه. يعني احنا بنحاول ان احنا نبتدي صفحه جديده. نتمنى الصفحه دي تكون ابتدت من امبارح. صحيح. زي ما هنينا المنتخب الاولمبي يعني بنتمنى طبعا على منتخب زامبيا. نتمنى بقى ان شاء الله ان احنا نبارك لمنتخب مصر بالفوز على ملاوي يوم 27 وبنتمنى ان بصمه فيتوريا تظهر اكتر واكتر. أكيد. ويكون في يعني فريق واحد يعني ونحقق فوز بارقام اعلى من كده. بنشكر حضرتك اسلام محمد الناقد الرياضي. شكرا على وجودك معنا في شكرا ليك يا احمد وشكرا لك يا جومانا وشكرا لفريق الاعداد والاخراج. الحقيقه يعني انا فخور ان انا كل مره بكون موجود معاكم هنا بجد بكون سعيد. انت دايما ضيف عزيز علينا. رمضان كريم. انت صاحب مكان بقى خلاص. ربنا شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين وان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم في نفس الميعاد من 8 ل 10. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.